دواركا. جود مورنينج. يلا خلاص خلاص انف انف يلا. كل يوم بوي يلقطون بوي بين الياسمين ياسمين ها يحطونها هالنمونه ياسمين ويا ريحان ومشموم وما تقعد يحطونها ظني في فاصات في غادي يصير منظر غاوي. ثانك يو وياهن ويا ويا هاي الفقال قدامه خليه يوصل يعني انت ممنوع؟ الحين تبي تعطي الناس معلومه شو معلومه؟ انا اقول ان ابرز شغل يعني هني زين هي فوق جنب هي على طول اثر هذا ظنك اذا نفر ما يسوي زين ما بيسوي زين سيدا النار هي ما يحس الريحه هناك؟ لا لا سيدا الموت سيدا النار كربان هي اسمن الكذبة انت بتقول واخذ دش يعني دلوقتي واخذ دش ولا حتاخذ دش؟ ايه؟ اخذت دش؟ اخذت ايه؟ امتى جاي؟ على طول اهو هتلاقيني قبل السواق زي امبارح انزين يلا استنى تحت حاضر عملت استحمى يعلك تستحمى من حمى خلاص يلا حاضر يلا بين الجسرين هي بس ريبه هي هي انزل لتحت في اللوبي تري خمس دقائق يا مايا ودر وتعال شو؟ لا لا سر البيك اب هي هي سر بيك اب يلا وقت هو يركب انت ما يشغل الاي سي ها؟ قول اي سي خربان زين يا ويرك شغل مكيف قول مكيف خربان يلا Now, where are you going to put all these things? خلي تحت شوي. يا سلام. شو ما زيدها؟ لا ورد. How many days could leave this one? 5 days or 6 days. خلاص يلا. ودي داخل فيلا. Or you leave some here? No, there is someone I put yesterday. Yesterday? Before yesterday also. Before yesterday also? Yes. Okay. Thank you, madam. You're welcome. Thank you. Thank you, girls. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. قدام مال بندق زين هو وين؟ وما يشوف والله الله هاي الحال هاي تليفون مجانا وما عندي رقم يا ربي هو ما في انا قايل تريا خمسة دقيقة هو ما يحصل خليه يجي تاكسي ولا يمشي انا اجي الريسبشن الراجل عند الباب طيب انا طالب بس الدنيا حر قلت اقعد بس لحد ما يجي يا راجل يا راجل وقت انا خرجت من البلد من سيلا اهو هو مش موجود اهو فين مش موجود ها انا لا موجود اهو راجل الهندي امبارح خبرنكم من قبل قايل لكم ان كذوب والله ما حد كذب انا يا كذب كذب ما حد يكذب كثره سبحانك يا رب انا امس صرت ترى امس ما صورت الصبح كنت مشغول صرت كذا مكان وكذا موقع زين ما كان اللي صرت لها الخدمات الطبية والله شو بقول لكم لقط شيء يثلج الصدر وصورته الجوازات وصرت قلت مثل ما قلت الخدمات الطبية وين صرت يا ربي بعدري نسيت والله صرت كذا مكان يعني بيني وبينكم المهم تيسرت شيء عدة أشياء سجلتن وشيء يعني عدة فيديوهات وحاب أني أرويكم إياهن إذا الله جعلنا من الحين الحين إن شاء الله لكم وصل الريال مرحبا 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 ابو عبد الرحمن ازيك يا ابو محمد مرحبا وحشتني امر امر نيو لوك جديده اي ما شاء الله تبارك الرحمن تخته بنت لك من هذا ورده شو الجو براد ولا حر خاري زين شو الجو طلع خليك خليك نار شو طلع ها نار شداب جدا صدق والله الحر قوي زين ليش ما شغلت مكيف العربيه شغلت المكيف العربية اللي انت بعتريها ما فيهاش مكيف شداد والله فيها شبابيك بس مدخلها نار اكثر تمزح ها خلي يجي رشيد خلي يجي رشيد بسرعة جاينك هو الا السيارة دي في اي سيارة جاينك النص هناك في البيك اب وراسك يجيني خبرك مقطع راسك يا علي يا ابو عبد الرحمن يجيني خبرك مقطع بكرتون شال كذبت عليك يني قال اللي يصير يجيبك بالجمس ما اعرفش انا قلت جاي تعال 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 ياي تعال تعال انت الحين مطوع ريال كيف ما تشغل مكيف حق هذا ليش ما شغلت مكيف
كده ايه اللي ما تشغلش مكيف صح؟ وما يسوي سواد. شكرا شكرا رشيد، ثانك يو فيري ماتش. ايه رايك في الجو؟ نار عسل كويسه، اي حاجه من ناحيتك كويسه يا محمد. ما شاء الله. عملت تشيك اوت؟ اه كل حاجه جاهزه؟ تمام الحمد لله. 100 100 يلا على 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 دبي. ما بلحين العصر، بنصلي العصر وانا حمزه صلاح. ولا لسه؟ لا لسه. ليه؟ انا باجي افطر معاك الحين افطر؟ نحن بويما في مصر، انا في مصر افطر الصبح. سر المطبخ وخليهم يحطوا لك ريوق وتريق هناك وتعال. حاضر. لا تجيب الريوق هني الحين بعد نص ساعه نحط غدانا، ولا لا تسرط وايد عسب الغداء شيء بسيط. زين، ولا تنسى عسب نرمس عن غدانا الامس. نسيت الحين اقول حق الجماعه. ها لحمه. ايوه هذا من وين؟ شو من وين؟ من وين بلاد؟ لاهور. لاهور؟ هي لاهور باكستان. هي ماما مال هو من لاهور، بابا مال سوريا. سوريا. آه. ألين هو بيت وين؟ ما في بيت. أتمنى مني دور دور. دور دور. هو يجيني يعني يسوي مصادر ولا شيء؟ هذا شيخ أبوي هذا. هذا لي شيخ؟ هي. شيخ مال مال سوريا. بيكم أنا الأول خطف من قدام الخدمات. يا غير ما كنت أدري إن موكل إليهم هالخدمة الوايد والشغل المكود ما شاء الله. شيء بسيط يعني مال إجازة مرضية مال شرغة، ترى أبوي شغل الدنيا العودها كله عندهم. يا الله يعافيهم ويقويهم. يعني يوم صرت تهولت من الأقسام وأمم لا إله، أقول في خاطري السيائر هتذر وينها وين أهلها؟ والعالم كلها في هالمبنى العود. ما تشوفون المبنى كم كبره؟ كيلو في كيلو ما أدري كم حجمه. يا ربي ما أكبر مكانهم. اسمه روحه يسوال اساوي مكتب الخدمات الطبيه، اظن مكتب الخدمات الطبيه ولا الاداره الخدمات الطبيه شيء من هالقبيل، شيء بلاد مكان. والله يا ابو محمد اني ظاهر من الدوام ما حد يشهيني على السمك كثر، قلت اليوم الا اسوي فرش وشعري ويا ويلي احشوي بالتنور، ما عندي كلام فاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوي شوي حكيت شوي شوي شو اليوم تعرفين شو مسوين في البيت؟ ولدي أحمد على الله يحفظه مني رباعته في الشغل يبون عصيدة مثل عصيدة هل الدمام، عصيدة هل الدمام اللي هي بالحشوة. العصيدة العادي ما بالعصيدة هنا، لكن الفرق بين عصيدة هل الإمارات وهل الدمام تغدي غليظة مرة، يعني شرات ما تنقص الهريسة، شرات قص الهريسة يعني. وشو اللي يفرق على تصير تنحط في الحرارة؟ هاي حشوتها، هاي الحشوة تنحط على وجهها من فوق، فاللي ياكل مثلا من مفلفل غادي شرات الخبيصة، لكن رقم كبير فيها من الفلفل الأسود. وقت عز الشتاء، لكن هاي رباعة ولدي ما أدري ليش متهلعين عليها في عز القير. وقت هاي العصيدة وقت الشتاء وبس، فشيء لذيذ وايد فنان. بنحط شويه ريحه دهنة طيبه على هذه ويه العصيده نفس الطريقه بعد. بحب اصور لكم اياها من عقب ما تنشال. هاي ما اقول لكم العصيده، هاي الطريقه تم تنحط في الحراره. لازم العصيده تحت وعلى ويه الحشو، الحشوه تدور معاليها. شو هالطريقه تبع حتى يوم تنشر في كاب ولا صحن ولا قلب فوق تحت. واحد اثنين ارفع راسك على فوق. بسم الله. رقم واحد ولا رقم اثنين؟ اشكر فنك. بجر. ها؟ بجر. يوقف هينها ها غراش ابوي من الشركه من المصنع مره، لا تحرون ما فضاله بيمتو ما بيمتو ها كله من اخر عدال ابوي كله بعداله، لا تحرون شيء هين. من دار لين ديره. والله انها عبالة النص هي يزيد نبوي هني فضل الله ويمثثونهن وينظفونهن من داخل من خارج. عقب ابوي يريدون هالمبروك يصبون ابوي واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، ابوي في دباب وشي ابوي في غراش والدنيا مطرجه. يا رك الله يا رك الله يا رشيد يا رك الله، ما قصرت بارك الله فيك مطوع. تعنى ابوي تاخذ السامان هذا من العين ام محمد جزاها الله خير، ما قصرت. طال عمرك يا ام محمد ما قصرتي، عاد حاطينها على السايلنت.
يعني الله يحفظكم. اليوم سرت الخدمات الطبية لشرطة أبو ظبي، عندي شغل خاص يعني، يا غير من دخلت الجماعة كلهم ما حد قصر. سعادة العقيد جاسم محمد الطنيجي، يا مرحبا يا مرحبا، زارتنا البركة أخوي خالد، الله يسلمك. نحن سعيدين بوجودك معانا، أنت ما شاء الله سمعتك طيبة وإنسان مبادر، ودائما نشوفك حتى في الأمور مثل الدولة في الجمعيات الخيرية، الله ملك الحمد، ولك ما شاء الله واجه يعني نشوف في العراس وفي في الأحزان والأفراح والأفراح. نعم هي. نعم الله يعطيك الصحة والعافية، جزاك الله خير، وفقك إن شاء الله، الله يطول بعمرك، الله يعطيك الصحة، وكل الشكر لك والتقدير على هالمقابلة الجميلة وعلى الاهتمام. ما بالنبي أنا كل حد على طول وقت جلستي أنا عندك أشوفك ما شاء الله المكتب طلق للي تعرفه واللي ما تعرفه، واجبنا طال عمرك، جزاكم الله خير والله، ونعم الاختيار اللي حطوك في هالمكان يعني على حله وفي مكانه، جزاك الله خير، امين، وفقك ان شاء الله، يوفقك الله يحفظك، الله يسعدك، جزاك الله خير. وي هذا المساج ماشي، ما تخلص مهرجة كان طلع على جدتك. يلا بلال، يلا يلا خلص، يلا خلص. يلا يلا آخر أبو محمد، سلم عليك عبد العزيز الحتبور. مرحبا أبو محمد. وخالد المري، شباب طيبين، سلمون عليك سلام الكثير. يا صلاح بيوسك منصورية، تزوج منصورية؟ نعم بيوسك منصورية. ها وين عندي موجودة في بار؟ لا لا ليه اصور معاك؟ ايه لانه دخش حالك تبخير. ايه صباح الخير ابو محمد، هاي لعيونك يا خالدي، شوفه كله له الفيفاي عاد ما نصبر عنه الحين، علمتنا. نعم صباح الله خير. انت كل ايام اسير ادور وياك في الحوار في مصر، اقول لك شو صاير ادور؟ دور على الشغاله اللي كنت عندكم في البيت من حوالي 40 سنه واكثر. انزين صورتها بحطها انا مصور وياها، لو كنا في مدينه زايد علي، عمري يمكن 15 سنه وهي السالفه من 40 حاليا. الصورة علي، فهذا هو سر حبي للمصريين، اني يعني مربيني تربيه من يوم انا طفل وانا وياهم. فليت على ايديهم
العائلات ام عنتر وراويه ونفيسه، اتذكر في حتى اسم ابوها اعرفه بيومي، ونفيس يسمونها ام حمدي. انا واثنين ريايل، واحد منهم اسمه عبد الفتاح وواحد اسمه محمد. عبد الفتاح اخر وقت يا شلل الرعاش ومات، شلل الرعاش وابطا عندنا هو في شلل الرعاش، حتى توهقنا وياه في الظهير الليسن سنين لين ظهر الليسن. ها؟ وده كان اول ضحيه عنده؟ أنا ضحية روح جاينا بشل الرعاش وصار وما توه ميت إلا من كم من سنة تدري؟ هو اسمه عبد الفتاح زكي تاج من طنطا، وتوفى يمكن قبل 5-6 سنين، لكن من صار عنا من 25 سنة رحمة الله عليه، ولين توفى ومعاشي يمشي لين توفى. والله حياة أمي الله يغفر لها مشيت إلا معاش. هي والله الله يرحمها. ما يزداد. خالد يسلم عليك صلاح من المستشفى يقول لك هو مية مية. هلا هلا في الريال. قول السلام عليكم خالد. مساك الله بالخير يا الخالدي، احنا محبينك على عمرك ومعجبينك مدينة العيل من قبيلة الأوامر يا محق فيش اله القوم يا عقل زوال. انت طال عمرك من الشباب المواطن اللي نتابعه، هو مواضيع طيبة وخير من يمثل الشاب المواطن في التواصل الاجتماعي بخلاقك واحترامك. عسى الله تعال عليك، تعال تعال بسرعة. هلا وين؟ هذا بيت بابا إبراهيم. بيت بابا إبراهيم القبيسي. شكرا شكرا. هذا شو اسم هذا؟ هي قرقعان. قرقع الله راسك. ايه قرقعان. شو مال قرقعان؟ شو اسمه؟ والله تقول قل والله قل قرقعان. قرقعان أنا بيت بيبي في 5. ليش يبي بس واحد؟ خمسة. خمسة عيالي. خمسة أفراد. حصة. محمد. هي. عيالي. محمد. هي. حمود. سعود. هي. أحمد وحمود وسعد وسعود. سعود الله ترقاعك. يلا 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 ترقاعك يا الحرامي. يلا يلا شكرا عمران. مع السلامة. هذا كمل عندي 7 سنين. 7 سنين صار عندي يرانا يشتغل عندهم، ترخصوا من عندي ما ورخصته وبس. هو يبى معاش زيادة وانا كنت حاط انه مزارع. هذا حين يين أبوي للخدمة، مارو مسير دبي قبل ما تشيك على الخدمة. على آه شوفوا حين أول ما يصب حار، شوفوا بعد ساعتين 3 ينجلب على هالمنوال. هاي تدريجيا شوي 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 وين يرد هالنمون. يارك الله يارك الله يارك الله يا حفيظ، يارك الله يارك الله بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا بنات ويكلي بريك ويكلي. يلا بنات يلا. مش بيردوا خالص. ما بيعزل الحفيظ. متى بتخلص؟ ما شاء الله. يلا يلا بنات يلا يلا يلا. يلا يلا. بنشغلك الحين فورمان. أيوة. مسؤول على البنات. هذا المشرف العام. مراقب الجودة. مراقب الجودة. يلا. قولوا سي اوكي اوكي. انا سوشيكا اقسم له شو نسوي؟ ايه دلوقتي؟
نعمل ايه؟ دلوقتي يعملوا ايه؟ ها؟ ارسم لهم على طول كلهم. خصم. ولا حد بيسمعني ولا بيفهمني. اقسم ولا لا؟ هيضربوني. لا لا زي الفل والله. وشايفين شغلهم انا اكمل واحد. يا سلام. والله العظيم. زي وشك. دي؟ هذه البركة بقى. هاي دواركة. هاي دواركة اسمها. بشوفها من مصر وهو جديها والله؟ والله. لا شوف انت تعرف اساميهم؟ مين؟ هذه أم الحناية. أم عناية؟ لا أم الحناية أم عناية. مش حنية واحدة. لا. أمهم. أمسوكة؟ لا دي دواركة. دواركة. إيه وهاي قبل ليوة. What's your name؟ أيوة. قبل ليوة قبل الله راسك. علي. قبل ليوة. قبل ليوة. يعني قبل ليوة. قبت الضب في فراشك وانت راقد يا رب. ضحكت. الحين باقي شوي بزار عندك. اليوم الكمية اللي تغسلونها وتهبونها وتحمسونها وتودونها للمطحنة. يوم السبت لازم يكون كل شيء جاهز. يلا ثانك يو. يلا قم 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 محيحوه تحبك حق قصة الحريم. شوصيك فيري كواليتي. طسس طسس سولي. انا ماشي خلاص. كل واحده تشوفها لها شغلها تخلص. كل حاجه بتعملها بترجع مكانها نظيف. تقفلوا حاجتكم كويس مش ننام يعني. بالذات انت مش نقري من نقري كده مش عارف ليه. يلا ناري قبل. باي باي يا اخويا. شوفوا بخير. ردوا كتبتوا ليه ما بتتكلموا؟ يو كان سبيك سبيك ايه عربي انجليش ما فهم ما فهم ولا فهم ولا كلمه منهم لله. شوف فاهم تعال معاهم ازاي دول. ايه علي انا عرفت الوقت ان عصب ليه. انا عصبي انا مش عصبي مع الناس دي كلها. ولا حد بيفهمك ولا حد بيرد عليك ولا حد انت بيعرف انت عايز ايه. كله في كوكب تاني. يا ويلك بعد قلت اليوم ما ابغى وي شوربه. يعني معروفه عدس دي. عدس اكيد. اه جميل مفهوم والله. مش ذاك لب عدس ولا الله قاله. زين وهذا ابوي عيش ابيض. هاي على الله يحفظهم جشيد على التونه. يسوون جشيد على التونه. وهذا برياني دياي حق علي. وهذا ابوي كوسه محشي وما ادري شو كله محشي شو. زين وهاي سلطتي انا وانا عاد هاي شغلي شوي عيش ابيض و90% جشيد ورويد شويونه. يلا يلا بينا. بنمشي ولا بعدنا؟ بقى لك ساعة بتقول يلا بينا وتمسك التليفون. ما نصلي يعني؟ بانيان نحن؟ وانت صليت؟ انا صليت بساعة الظهر وحب اصلي عصر بتوقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقولكم العذر والسموحة من جنابكم. ترى ما ادري يقولون ان السنابات تعيد نفسها. شو يستوي ما ادري. بحاول بطريقة او باخرى اني اقدر اسأل حد من هل العرف. وان شاء الله انها الامور تتيسر. شو رايك؟ شكرا للمتابعين على هالرد السريع. او انه يقولون او انه ما بالله سنابك سنابات العرب كلها شي سمعتيهم؟ اه مش الغلطة عندك. شو قالوا؟ يعني الموضوع ده بيتكرر معاهم في كل السنابات مع اي حساب تاني. مش وانت شو دراك يعني؟ مش انت قريت دلوقتي وقلت لي ان الرد وصل لي؟ ما تشذبك. وايد ناس زعلاني يقول ليش انت تتكلم علي بهالطريقة؟ ليش هذا ضيف عندك وليش 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 وليش؟ هل انت زعلان ولا لا؟ لا لا صدق والله علي زعلان ولا لا؟ لا والله يا اصل انت طبيعتك كده مش انت بتعاملني هنا عشان اضيفك بتعاملني وحش ولا كويس؟ في مصر نفس الشيء بالجزم. ارحي على الله يسلمكم. سوينا شوي شوي شويون يعني الحين ما تاكل كثير. نحن ما حد يرغب في اللحم وايد لاجله هو يعني. وكلت عاده انا وياه على الغداء واشوف علي ياكل ويتهندق وياكل ويضحك وياكل ويتهندق. شو الموضوع يا علي؟ قال لك بعد حيقول لك كمان شوي. السالفه علي السالفه ان الواحد امبارح ماسك اللحمه بالمعلقه مش بالسكينه ولا بيقطعها بتقع لوحدها بتفك لوحدها. يعني ايه؟ يعني الواحد عندنا هناك بالاكل اللي احنا متعودين ناكله ونيجي نشوي لحمه تليها بتشد كده تشد جامد مهما تتسوى تشد اكتر. مش بتبقى طرية ولا سهلة كده. إن اللحمة هنا ليها طعم تاني خالص وهوى فكة لوحدها بتخاف منكم إلا إيه. علي كل الناس بتسأل بيشتغل علي إيه؟ أنا من 30 سنة مدرس. من 30 مدرس إيه بقى؟ لغة عربية ابتدائي. لكن
لكن من 10 سنين كده احنا بنترقى، يعني مثلا جنب الجدول او التدريس بتبقى ليك عمل اداري او عمل اشرافي داخل المدرسه، بتبقى ناظر، وكيل، مدير، ممكن تبقى مدير بجد. يعني ازاي؟ يعني الدار، يعني مثلا جدول. انت دلوقتي مدرس ولا ناظر مدرسه؟ الاثنين، مدرس وناظر. بس جدولك بالاول لما تكون مدرس بس جدولك بيبقى جدول. يلا ايوه مدرس. زين مدرس بجدول يعني وناظر. ايه يعني اشرف على عمليه اداريه وادرس، بيطلع عيني عينها في الاثنين. بعدين بس بقى احل مشاكل المدرسه، لو في مشكله مع مدرس، مع ولي امر، مع تلميذ احلها مع جدولي، ان انا ناس قديمه قوي. وبعدين بس خلاص كل ما ده بترقى واكبر، يعني اعجز يعني بالطريقه البلدي، وجدولي يقل لحد ما اطلع المعاش وبيض. وبعدين بس خلاص. شو خلاص؟ ورانا طريق طويل. يعني الطريق اللي طلع خلصوا بقى في التربيه والتعليم. شو مواضيع ثانيه؟ ثاني شو عاد الموضوع الثاني؟ الموضوع الثاني انت حط ايدك على اي موضوع عايز نتكلم فيه وانا اقول على طول. اوكي. لا الاكل، شو احسن اكل عندك انت تحبه؟ احب الباميه. الباميه وجنبها البتنجان المخلل واللحمه الضاني. ايه اللي هي لمنه زكاوتش دي اهو. وكمان المحشي بقى، الورق العنب من ايد ست الكل، مراتي بقى ام عبد الرحمن تعمل محشي. اي نعم بتقعد من 12 الدور لستة المحشي. من 6 الظهر من الظهر 6 الظهر اسمها 6 الظهر 12 الظهر ل 6 المغرب. ايه تقعد تعمل محشي بنظام. اي نعم بيطلع هنا بس. وهي دلوقتي سامعاك؟ على دقيقتين وثلاثة تتصل بيها تقول لي انت بتجيب سيرتي ليه؟ علي فين المطاعم اللي بتروح لها في مصر؟ كشري. كذاب. ابو طارق بقى ما اقولكش عليه. ما اقولكش. انت رحت مرة عند كم مرة؟ كم مرة رحنا له؟ رحنا له أكتر من مرة بس نروح بعد الساعة 12 يبقى مسكر. بقول له طب والنبي حتى مع أدوه، يقول لك خلاص مفيش، خلاص آخر أوردر. أقول لكم هذا كشري أبو طارق اللي في مصر كل حد يصيح منه، وكل يوم أقول في خاطري بسير أطبعه منه ولا يعن علي إلا فوق الساعة 1 بالليل، ومن نسير نلقطهم عاد تغسلوا جذورهم ودنياهم وترشاهم. قول لهم آخر مرة قلت له لو خاشوقة بالطعمان اتشد انهم يتعذروني عذر حاف يطرقع، واني ارد بخفاي حنين. ها علي. ايوه دلوقتي خلينا في ايه؟ في موضوع إيه؟ الافلام ولا السينما الاول كيف؟ عندكم والسينما الحاليه كيف؟ سينمات كثيره قفلت دلوقتي. بحكم ايه؟ بحكم الظروف المناهيه بنيله اللي مرت بها البلد. كله ما فيش انتاج دلوقتي، حتى ما جاليش سيناريوهات اقراها في الفتره اللي فاتت. كمان؟ بس في دلوقتي المسلسلات بقى كتير. الست في عبده تم مسلسلات، الست في سميه الخشاب تم مسلسلات، استاذ علي الجداوي اللي هو انت. علي الجداوي بعمل مسلسل ده كوميدي تراجيدي. علي في دبي. يوميات علي في دبي. علي انت عاوز ايه؟ هشام صداع. البغبغان اللي عندكم هناك ده بيجعر تصدعني في الخيمه. زين. ومش عارف الحموضه دي جت لي منين. كل ابوي من قلنا لك بدر عن كل دياي اخر الليل، اخر الليل هذا ابوي. اميلي انا من كنتاكي يعني؟ ياكل كنتاكي نص الليل؟ هم 4 قطع بس. 4 ما تكذبك 12 قطعة. 4 والله بس 4. علي كل حد يتخبر وين بتمسون الليلة؟ الليلة يا دوب هنوصل دبي الدنيا تظلم كده، نبدل ملابسنا ونسبح ونصلي. وكمان حتسبح؟ بسرعة بسرعة. علي شو البس جبلة تتسبح يعني؟ يعني انا شطف واتوضى كده يعني بعد بسرعة يعني، وبعد كده ننزل على سيتي ووك نتعشى وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير؟ على خير مش من دلوقتي بس ساعتها يعني تصبحوا على خير. ايه الجمال ده؟ تعال عدالي ياك محيط. اقول لك الحين بيد المغرب بنصلي بنكمل طريقنا ان شاء الله. حلو الطريق؟ جدا مريح. زي طريق اسكندرية الزراري طريق زي اسكندرية الصحراوي. الصحراوي يا رحيده الصحراوي. الصحراوي اخيرا من شارع دبي ابو ظبي. لا يا راجل مش الحمد لله على السلامة يا علي. احنا كده سافرنا. هي سفر سفر من ابو ظبي لدبي. من دبي وصلنا. بتسموه ده بقى سفر. ليش؟ شو عيال؟ من بلاد لبلاد. دي بلاد
هي الطريق ولا في سفر ولا وقت ولا زحمه ولا حاجه وما فيش اي مشكله فيه. ولا زحمه، هات زحمه كلها دي في دي زحمه، شفناش زحمه. لا انت مش كنت عندنا وشفت الزحمه اللي لحق. انتوا زحمه عندكم اسمها خنقه. علي مثل زحمتكم انتوا في مصر في الكون ما في، مش مقارنه إيه. لا. ما لا, 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 لا لا بس هنا انتوا يعني الحمد لله في نعمه كبيره الحمد يعني. لله المهم الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيب قلبي، شرفت دبي. وانت دبي مشرفه باهلها. ماشي يا اخي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه رايك ميمي؟ وصلنا بسرعه صح جدا. ما شاء الله ما شاء الله. نوري حق علي. هذا نورك علي. ايه علومك؟ ايه العسوله دي؟ يا سلام الله يرحم. شو اسم فريشكم في مصر؟ في ده مطرح ما انت ساكن مصر؟ امبارح. ها وين بسير ذري؟ دبي مول تقريبا. ايه واخلاق بعدية يعني؟ ايه سيتيو. ماشي يا اخو شكرا. شو تقول علي توك؟ عايز حد يورثني ولا حد يديني بالقلم ولا ليه؟ مش مصدق ان انا هنا في دبي والامارات. مش بشيرك علي، انت الحين وين رايح؟ راح دبي مول، ملتقى الانظار، العالم كله طالع هاك المكان. بنشاهده في التلفزيون بس. دي اقصى حد عندي. كنا ظاهرين من وقت الحين، سكت 9:30 بعدنا ما وصلنا دبي مول. متى بنايم؟ متى بنتمشى؟ متى بنجلس؟ متى بنصير بعدنا سيتي ووك؟ علي هاي مشكلة دبي. من توصلها يخطف الوقت لمح البصر. يجري هواء. يجري هواء على قولك. انا متهيألي هو على خمرة راسك نايم بوذيل. شو؟ الزعبيل. فايه الاسم غريب؟ فانت بتقول ده مقر الحكم، قلت لك يا لهوي ده اسم عندنا سجن ابو زعبل ده. والله يا علي لو زياد ردت هالربسه لا يقصون خشمك هالزعبيل. يا ريت تمسحها. اه؟ يا ريت تمسحها بسرعة. أمر يا علي أمر علي أمر ما شاء الله عليك طبيعي. إيه اللي خلاك تجيب؟ تفرج عليك. ايه علي ايه رايك؟ تعيط ليه؟ والله العظيم كنت هتعيط ليه؟ ليه؟ مش عارف هاجي تاني بص على الحاجات دي ولا خلاص؟ اكيد خلاص. وعدتوه يا علي. لا لا انا ماسك في ايديك الجلابيه. تحمل. علي مين؟ علي مين؟ علي الجداوي. يعني ايه؟ يدت بك عسقه. انا من الكويت. انا سنين وانت تحن. عاوز اقي الامارات وعاوز اقي الامارات. يبناك الامارات الحين. بس طبعا انا سعاده متنهيه. مرحبا ولا يسدر ابو تركي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بهالكويت. شرفتونا يا شيخ. ابرك من ساعه اشوفك. الله يجزاك خير يا ابو وليد. الله ابو تركي شو فريجكم انتم في الكويت؟ مش عاده. احنا طال عمرك الحمدي. الحمدي عرفت هي؟ لا اسمع بها. لا اعرف فيلم باب ولا من سبع. لازم يا خالد تجينا. هاك اليوم ترى جايينكم في الكويت. والله العام تشرف والله. العام سنه ثلاث شهور من جيت. تعال ست اشهر. الشد اقول سنة وثلاث شهور من لا. آخر ودي عديبك يوم ما تلاقوا وياك في الكويت. لا ودي. صح صح. لا الله يسلم. أنا صراحة معجب فيك يا أبو ليه.
احنا نبي بعد غرامنا اهل الكويت. الله يوفقك ودنيا واخره. يعني الله يحفظنا، احنا نبي نتشرق باسمكم. الله يرحمه. انت ابوي صدقاننا ودم لحم. يعني الله يحفظك. نحن انا متوعد ويا عيسى بن عبد الجليل الله يحفظه. يا غير ابو محمد اول ما شافنا ونحن خاطفين عدال ما ادري والله شو اسم المحل هذا. زين قال حق علي انت وين؟ قال عاد حق علي. الحين انت ابوي بدال ما تجلس الا بفانيل وفانيلتين وقميص وقميصين، ابوي ادخل هالمكان وخذ اللي تباه. وبشير يعني ما صدق ان عيسى قال له خذ اللي تباه، ودخل وازم يخمخم من هذاك الان الى هالان، وهالريايل كل ماسي خاري. علي شو اللي خمخمته؟ هذا كله حقك انت في هالخمس دقائق. شو علي؟ شو يقول حاجه بجد؟ هو قال لك خذ اللي تباه. شو قال؟ قال لك خذ اللي تباه. ايوه خلاص يعني؟ هو اللي جاني على عمره. علي خلص حبت خمخيم، هو وراك وزن؟ اه المصيبه كمان. بس بس يا مفجوع. بس يا مفجوع. لا لا مش هيتكرر. يا وي بيتكرر رجال. بس عليك خلاص خلاص. ها كلها ها مال حمار تسطوط، هاي اللي لابسوا حمير تسطوط. ايه يا رجال بس عليك فضحتنا فضحتنا. الله يفضحك فضحتنا. الله اكبر عليك. قلت انا مكسوف منه قوي. مكسوف منه وشي جدا والله. هو انت كمان سخنتني. انا مش في البلوزه دي. علي بس يا علي كسفتنا، ربنا يكسفك. علي بس يا ربي طايحنا يا بس علي يا مفقوع. في لحمه يي علينا. شو تبغى كل الترف؟ ايه ايه منو بيلبسها؟ ما يعرفون اللي هناك عندكم كويس حقك انت يعني؟ لا ما يمشيش معي الالوان دي. باب الثاني يا الفضيحة. يلا خلص بس عاد عليك. ايه فضحتنا فضيحة يا الرجال. هو غلطان. هو تفكر ندمان دلوقتي؟ اكيد ندمان جد. لا الحمد لله ابو محمد ما يقصر في الناس كلها، لكن ما دريت بكذا كنت تسوي كذا قوي وايد. انا بطلع خمخمت الدنيا. ها ها انا كنت المحل. خليك دايما والله انا عارف انك كريم والله. بس لا يعني لا بالك طيب. يمكن انا استغليت الكرم شويه. لا تستاهل وحاضرين حبيبي. ايوه بعد وين بتروح البيت؟ ايه ده؟ دكتاوي وكاريوكا. لا ده عيلة بوب. لا 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 لا. شو بلاك؟ والله مكسوف. لو مكسوف ما خمخم خم ما خمخمت هالدنيا. مكسوف. يا فضايحنا ابو محمد. شو شو شو؟ فكرني ببرنامج. ايه. قال له قدامك 10 دقايق، انت كسبت معانا 10 دقايق، خش لم كل حاجة تقدر تشيلها في 10 دقايق. شوف انت. كملوا ابوي ساعة واللي واده بتحاسب لين الحين من ساعة ياسين قرطسوني إلى موله. ها علي بعد شيء باجي؟ المحل كله شاب شغله. هذه آخر مرة تدخل دبي مول. وأول مرة وآخر مرة. يا رب. أول مشكور يا محمد؟ لا 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 تقول مشكور ولا شيء. يلا يلا خلص خلص. يا محمد. علي ايه ايه النهارده يا دوب ما لحقناش. كان في فري فيني 5 مينيت، بكره 10 مينيت قدرنا نشيل. تعال تعال نو ليف هم ليف. تعال تعال اشوف البوليس يجي يعني يقول عليا يا بعد شو صار؟ يا ويلك يا الحرامي فضحتنا. يا جماعه روحوا انت، انا مش حرامي. هو ده المشكله في ده. اقول لك شيء صار يا علي؟ انا مكسوف قوي يعني يعني الطمع وحش. انا ما كانش لازم ان انا اطلب الحاجات دي واخد الحاجات دي كلها. يا كذاب كفايه 60 بنطلون و45 قميص. يا علي احلم. تحلم ليش؟ مش مصدق. انك في دبي مول يعني؟ يعني واللي شايل الشنط دي كلها. منور يا علي منور. منور اه. منور يا علي. اه؟ من تكلم انت حينه؟ ام عبد الرحمن. ليش؟ اقول لها شفت السنابات ولا لا؟ وبعدين؟ عشان تبعت لي دواء الضغط.
بصراحة كان في حاجات كتيرة قوي، بس الوقت ما اسعفنيش ان انا الحق انتشها بسرعة ان انتم بتستعجلوني. بس اصلي دي فرصة. ايه علي؟ على ابو محمد مال ما يزعلش ان انا ما ندمش ان هو قال لي خد اللي انت عايزه وانا بلغت اهو في الكمية اللي انا خدتها. انت ما بلغتش في حاجة خمس ست قطع بس صح؟ خمسين ستين بصراحة ما كذبش بصراحة، بس كتير يعني بصراحة. انا كنت مكسوف. يمكن عشان مين أول... اللي كان مكسوف؟ يمكن عشان اول مين مرة. اللي كان مكسوف؟ انا يمكن انت كده يا مكسوف. يمكن عشان اول مرة. عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بتقول ايه؟ يمكن عشان اول مرة ببقى مكسوف، تاني مرة مش هتكسف هاخد اكتر من غير اذن بقى. كنت مكسوف قوي ومحرج قوي، انه يعني بتبقى واحد بتستغل كرمه وبتستغل ان هو بيقول لك اعمل كذا، فانت بقى بتقول فرصه مش هتتعود اجري يلا. اتكسفت يا علي؟ لا ما اتكسفتش، قلت لي لا عادي. وانا لما سالتك قلت لك انا مكسوف يا خالد، قلت لي لا هو ادم قال لك خد اللي تبغاه. قلت لك خد اللي، قال لك خد اللي تبغاه معلش، لكن ما كنت متوقع انك انا ابغاه واولادي تبغاه وبنتي تبغاه، خد كل العيله اللي تبغاه. وما ياخدش الحروف بالترتيب، يعني ابدأ بالسين نرسم جنب السين سمكة، نقول السين سا سمكة، أول حرف من سمكة سين. هات كلمات تبدأ بحرف السين من البيت هنا من حوالينا، وبعدين نخش على العين مثلا، وبعدين الميم، وبعدين الري، وبعدين نرجع للحروف المتشابهة. هذه حرمة تسأل علي تبى مش قال يأسسوا الولد وعندها ولد ما يحب اللغة العربية وهو مدرس اللغة العربية. انا عاده الحين هو يتحرن حاطنا على الخاص، ما ادري ابني حاطنا على العام. زين تفضل سعد. دلوقتي هو الاول الحروف، ايه الحرف حروف الابجد، ايه وبعدين يحفظ حرف الاسم بقى بالالعاب بالكمبيوتر، المهم توصل له بطريقه بسيطه جدا. وفي العاب بسيطه جدا اسمها العاب تعليميه للسن اللي هو الصغير اللي بيبدا يعرف الحروف، بعد كده يبدا ياخد الحروف بحركاتها. ماشي اوكي. بعد الى هنا ينتهي درسنا اليوم. يا سلام الله فنينه. بيقول لي دي ليك انت؟ قلت له لا ما بحبش الالوان دي. وليه باخد كل دول انت؟ كل دولت ايه؟ كل ده ليه يعني؟ في حاجات كتيره تانية لسه ما جبتهاش. الزياره الجايه ان شاء الله. اتفرج عليهم بكره يا ابني. مش هاجي النوم. مين جدها؟ مش خاونة لصوص؟ ايه اللي حطي ده عندي اصلا؟ انت من لهوة بقى والسرعة بيضلت الله. حلو هاي جنة. جميل لونه هاي. او احلى شيء انك ماخذ اثنين منه يعني. لا دي ناشة ودي ناشة. مش ده هو انا واخد بيه هذا؟ ها بوتيلة وهذا نفس اللي عليك. ها بس ده اخضر. هي كحلي. فريق كبير. شو؟ يا الله يا الله يا الله منك. استنى. وليش ما اخذ له؟ استنى. ها شو المقاس؟ قول له مش عارف. بما ضيق واسع يتلبس. 34. ها سيد ده مكتفيني البنطلون ليه كده؟ هيجري؟ يا رب. بس دي الحمالة بتاعت اللي هي بتاعت العريس دي. يلا حلو. ها؟ أنيسة حديقة. النبي تحفة. أوي جنة. دي لأمي ده. مش فاهم إيه أصله ولا إيه معناه ولا بيقول إيه بس حلو. أقول شل هذا قشبارك خلني برقد. بس يلا 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 علي. أروح هناك أنا؟ هي هي. كان بإيه بقى عليكم ده كله؟ يا علي؟ أنا نازل مصر. مش عايزين حاجة مني؟ لا مع السلامة. استنى في بقية الحاجة ياخد. الأحلى حاجة عجبتك منهم؟ مثالين لنفس اللون. يلا مش مشكلة التركيز قل. تصبح على خير بقى يلا. يلا تصبح على خير.